بين المسبح والشاطئ، سافر ماهر مع أسرته إلى مدينة ساحلية لقضاء العطلة الصيفية. أقاموا في فندق كبير يطل على الشاطئ. كان ماهر يسبح في البحر وفي المسبح. لاحظ ماهر أن مياه البحر مالحة عكس مياه المسبح. سأل ماهر أمه عن السبب، ضحكت وأجابته: إن مياه المسبح معالجة حتى لا تتعرض للتلوث.